بص، هو الفيديو ده حرفيا انا مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. يعني هو انا كنت قايل لنشأة، قلت له تعالى نعمل مهمات مع بعض وبتاع، وبعدين لقينا في كارجو كده، كارجو دي حد واخد عربيه سارقها وبيحاول ان هو يوصلها في حته، فقلت له خلاص تعالى ايه نعمل نجيب العربيه دي منه. معرفش ليه فجاه السيرفر كله بيضرب فينا حرفيا، احنا قعدنا شويه حلوين فالحلقه دي، ولسه في تكمله تانية بقى ان احنا بنحاول نعمل مهمات، بس مهمات الاوتوشوب، وبعد كده هنرجع تاني مهمه اللي هي الوكاله، بس في الموضوع طويل يعني. فكمان لو انتوا حابين تشوفوا الجزء الثاني والثالث للفيديوهات ديت، يعني يا ريت لايك للفيديو دوت، يعني وصلوا الفيديو 10000 لايك، عشان في هري كتير حصل بعد كده، السيرفر كله بيجري ورانا، وكان في هاكر وكان في بلاوي سوداء يعني. ولينك نشأة تحت هتلاقوه في الديسكربشن للقناه بتاعته، يعني يا ريت تروحوا هناك وتعملوا سبسكرايب، لانه كده كده هو كمان هينزل من ناحيته مهمه احنا عملناها مع بعض يعني. فمش هتطول اكتر من كده، انا هسيبكم ان انتوا تستمتعوا بالفيديو. سرق عربية دي نرخم عليه وناخد بتاعه النهاردة. احنا ممكن نعمل مهنة عشوائية يعني، على فكرة انا طالبة معايا نرخم. هو واخد العربية اهو، ليتس جو بالوضع بمب العربية. اوكي، ده ايه جو العربية بتاعت جوست باستر دي؟ تسلم ايدك سيد المعلمين، شالني انا وال اهو اسماعيل اهو. انا جاي وراك اسماعيل، يلا بينا. بداية حماسية جدا. الواد مات. هاتوا من قفاه. الواد مات. ليتس جو. هتاخد العربية بتاعته. يا لهوي. اللي فجرها. والنبي. والله اللي فجرها. عربيتي. باي. تسلم ايدك سيد المعلمين. هيا نشأة تعمل ايه بوي. انا ما بيت تعدي فيه. ايه ده ولد قتلني. ايه ده؟ اوكي، الواد دخل بالموتوسيكل فجر عربية. مين الست دي؟ قتلني تاني. ايه ده؟ الواد طلع مجرم. ثانية واحدة، هو انا جاي اهو. ايه ده نشأة تعمل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ بقول لك ايه؟ نروح نجيب الواد ده ولا ايه؟ ايه يا ريس؟ انا قبل الواد ده بقى، قبل اي كلام. بص بقى عندي ليك مفاجأة بقى. ايه هتفجر؟ فجر. اوعى. اوه حلو الجاكيت ده. الله عليك. ناش. ما عرفتش، كسلت بسرعة احط زي الواد. اوه يا الواد فجر نفسه. يا اسطى الغباوة دي، في ايه؟ مجمع يعني عادي يعني. استنيه بس، انت تبص، انت تشعلقه في الهواء، تديله واحدة ينط في الهواء، وما انا ملبسه الار بي جي في بقه. بالظبط. ده احنا بنلعب سوبر ريبول بقى، فاهمني ازاي؟ فال تعالى لي بقى. ده هداش عليه وهنفخه. انت فين يا قط؟ سلام عليكم. اهو. ايه ده؟ الواد ما بيموتش. ما غالبا هاكر تقريبا. اصلح العربيه. طيب تصلح ايه؟ الواد مش مدينا فرصه ناكل. انا داخل اعمل ميشن. الو، في واحد بيجري قدامي اهو. ده ايه ده؟ اوكي سوري سمعتش، معلش انا حمست بزياده، بس معلش. بموت انت في الفريندلي فاير. يجي لك الصداع لو ما قتلتنيش مرتين ثلاثه. ما بقدرش اقاوم نفسي بصراحه. طب يعني انت كبوليس في واحد حضرتك بيقتلنا يا استاذ؟ استخبى بس ورا البتاعه شويه، احاول ان انا اخبى وانا هكفرك. ليستر بيتصل بيا بقاله اربع حلقات تقريبا. مش وقتك يا ليستر. انا قتلت الواد وانت فجرت العربيه، يعني احنا مشتركين في الجريمه. العربيه جت اهي. عايز تهرب؟ عايز تجيبها يا موسى؟ خش. لا بس انا متضايق. الواد قتلنا كذا. لا خلاص، لا سامحته. سامحت. هتيجي تعمل لي اللفه دي قدامه؟ الواد يا روانه. ايه ده؟ الواد لسه بيجيب العربيه تاني، نروح له؟ استنى خليك تجيب امو ونروح له. الراجل يا ليستر عمال بيتصل بيا مش فاهم ليه. ايه ده؟ ده هو هاكر فعلا. ايه رشيت؟ خش جوه برضه، فاهمني ازاي؟ اي كفر في اي نيله. هاي يا جماعه الاخبار عاملين ايه؟ لحد بقى يمشي. ايوه، هات لي بقى ارمور بكميات مختلفه. طب انا مستنيك برا. الفرعون العاشق جاهز للاحتفال. في طيارات فوقينا وبلاوي سوداء. هو في اوبا، في اتنين كارجو. يلا بينا. دوس بنزين اسماعيل. دوس. الواد داخل لايه؟ ايوه، سيبني بقى ايه افنن بقى. سيبني افنن. الله عليك يا فنان. يعني لو تقربني منه شويه يبقى العربيه بتاعته جامده بصراحه. خش
خد يا اولي. لا 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 ماي باد ماي باد ماي باد ماي باد معلش معلش زيت في زيت على الارض في رمين زيت على وصل ده منور خلاص الواد قدامنا تقريبا السلام عليكم البوتات بتشد معانا يا اسماعيل مش في حد بيزمر تقريبا اوكي طيب هو على فكره مش هو المعلم بتاعي انا ما خدش الكارجو تقريبا ولا ايه تقريبا بس انا يعني ما اعرفش شكله مش عاجبني يو كان دوز يا ابو اسماعيل يو كان دوز الله اوكي طيب جبته استنى استنى ارجع بالعربيه فجر انت العربيه وانا هرجع انا الفاجوس بيضربوا عليا يا اسماعيل ايه ده الواد كتير الواد ما بيموتش ايوه اديله ايه ده يا نهار اسلم ايدك سيد معلمين الواد هاكر الواد الواد سلاح نزل في الارض ما رضاش يعمل ايم داون سايد ايه ده ايه يا بوليس عاملين ايه لا دول البوليس دول يا اسماعيل البوليس دول ما هو بيضرب بول ايه ده هو باشا مش انا ماليش دعوه الواد هو فين يلا على القطر يلا على القطر بتضرب القطر يا استاذ ايه ده لا اركب إيه بص بص بقى بص النقطه دي بص ايوه النقطه اللي في الاخر هات $50 من معاك على $50 من معايا نروح نجيب له قطفه ورده من عند الحته اللي هناك دي كده في صاروخ عدى من جنبي ايوه ما ده انا كنت بشاور لك بيها الحته اللي هنجيب بيها الورده ايوه حضرتك هو هو ايوه ترشد عليا اسماعيل بعتري بكام اسماعيل مش قد العنف بتتعنفوا ليه الكلام ده لينا وللبوليس في نفس ذات الوقت نروح فين على الكارجو التانيه طيب ولا نعمل ايه كان في كارجو تانيه تقريبا اتاخدت نروح ننام الواد مش هيسيبنا نعمل حاجه انا هحاول ان احنا نستخبى في حته ماي باد ماي ماي باد ماي ايه ده مثلا ريحنا وانزل يا اسماعيل انزل إيه؟ انزل يا اسماعيل للسوبر بيبل ولا هنا ولا تنسى الدريكسيون باي اهو بجيب على العربيه اهو موت بقى بدل ما اجيب بقى الاوبريسور بقى واتعسى الواد جه يا اسماعيل لا اله الا الله ده الواد اللي قتلناه اديله ايه العشوائيه دي انا مش عايز يعمل ايه الو اي جات يو بيبي مش عايز يو كفرد انا راح اخد العربيه بتاعت الواد يلا بينا لا الواد قتلني الواد جاب سنايبر وقاعد وقاعد مستنينا في كارجو جد تاني ايه انا رايح عليها ماليش دعوه مفيش حد هيعمل مهمات هنا هتلاقي سهم دلوقتي اسود في احمر معدي من جنبيك ذا فلاش ما تخافش ايه ده؟ اوعى الله عليك اوعى ايه ده؟ تسلم ايد سم معايا ايه السواقه دي؟ الواد اهو الواد خد يلا الواد رمى سي 4 الواد رمى سي 4 هات وراء الواد هيرمي سي 4 لو عارف بصراحه يا ده انت سخيفه انا جاي انا موته بوي عاش لستجو بقولك ايه يا رب يا رب يا رب الواد جاي بيجري ورام العربيه الهاكر لا ده الهاكر فجرني التاني بقى بهرب منه وهجيلك نشد انا جاي لك انت فين يا نشد انت على الطريق صح انا جاي لك اهو عند المستشفى انا قدامك اهو تقريبا انت ده نشد انا ده اركب اركب خليني الواد فجرني بالكرومه المصفحه هو احنا اصلا كنا داخلين ليه تقريبا كنا هنعمل فرانكلين تقريبا يعني السلام عليكم ما علينا بلاش ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا نغني ونرقص ما كرر مقصودة هاش لا مش مقصودة لا مقصودة مقصودة بص 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 فنان يا اخواتي فنان انزل بقى انزل وما تسوقش تاني خالص ايوه نشد عامل ايه؟ يلا يا
الميكانيكي مش راضي يرد عليا، تفتكر زعل؟ الواد دخل بيطاردنا مش فاهم ليه، اللي هو ايه اللي كان بيحصل؟ متاكد انك مش عارف ليه؟ جبت لهم دبابه. دبابه ابو اسماعيل. ايه ده؟ دبابه. تعال اسمع. ايه ده؟ انت متاكد من اللي انت تعال اركب اسماعيل دباب. بص جحيم العربيه دي، جحيم تعرفش انت. اقعد اضرب بقى، اضرب بقى علينا سي فور زي ما انت عايز. هي اخرها 80 بس دي احد ال شايفها من بعيد من فوق، تحس انها نقطه كده عارف. عربيه ايه؟ بص دي، بص دي جامد. لا 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 الله عليك، الله عليك. كالكوليتد الواد تحت، الواد تحت الكوبري، الواد حرفيا تحت الكوبري. السلام عليكم. اهو اهو تعالى ده ايفان ورا ورا بالعربيه. شوف شاف العربيه خاف. العربيه عدت تقريبا. هدوسوا استنى كده يمكن ماش. اهرب اهرب يا العربيه بتولع. I believe. استنى بس كده. الواد مات، الواد مات، الواد التنزل. العربية خبطت في الحيطة انفجرت. يا نشا هتعمل ايه؟ انا هجيب عربية نشا. جميلة الحسن اللي انت جايبها دي. دي احدث صيحات. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ المعلمين. اليوم العشوائي جدا. في ايه؟ الدين اي اي الواد مات، الواد مات، الهاكر مات. اجيب راح اجيب العربيه. اوكي طيب عربيتي رب اضرب. اهو عاش نيت عشوائيه ب 2 جنيه مبالغ فيها، والشرطه دلوقتي بتجري ورايا انا بعد يعني من وسط المدعكه دي كلها. انتوا جايين على بورنيش الغلبان. مات عايش. حلوه البوليزه اللي انت بتلعب بيها فعلا. بيجري ورانا، بيجري ورانا. اسمعي الواد كان بيموت خلاص. هاي يا نشا هتعمل ايه؟ ايه ده قتلته؟ ريحت جنبك في نفس ذات اللحظه. عربيتي بقى ابوس ايدكوا بقى. ايه ايه نشا تعالى، نشا تعالى تعالى يا متهور. ايه ده الواد سلط علينا ناس. الواد سلط علينا ناس. مفوش قوي على فكره، مفوش قوي، واحنا كنا بنهزر معاه. مفوش قوي، بنضحك معاك يا كابتن. استنى اسماعيل بقتله. استنى يلا سيب لي العربيه اللي على اليمين، سيب لي العربيه اللي على اليمين. قتلته. امنت بالله قتلت اللي اجري يا اسماعيل. هو في ايه؟ اجري، احنا بنتهان. اجري. والبوليس كمان. طب مين في البلد مش عايز مننا حاجه؟ ابن المجاري يا اسماعيل. ماي باد، ماي باد، ماي باد. خلي بالك. ويت 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 ويت، هنهرب هنهرب، ما تقلقش. ماي باد ولا بريكنج باد؟ انا بريكنج. شفت بقى؟ انا بقول نرجع للواد يخلص علينا. مفيش اي متفجرات معايا خالص، مفيش اي متفجرات معايا خالص. ايوه هو ممكن اصلا نعمل له تراب هنا. الواد فوقينا، الواد فوقينا. ماشي انت ممكن تحط له اسماعيل عشان انا حاسس ان انا هيحصل فيا حاجات مش تمام. صباع رجلي الصغير بينمل يا اسماعيل، وده مش فال خير. هو في ايه؟ الواد بيعمل تليبورت، الواد بيعمل تليبورت. ما تضربش بقى عليهم يمكن ينسوا. ما تضربش يا ليستر، استنى كده. ايوه ايه حضر نفسك. ايه ده؟ انا اسف. مين الراجل، مين الراجل اللي طلع ده؟ الله يرحمه بقى. ونجم يا خرب الولا، الولا اجري يا اسماعيل. بيربي سيفور يا اسماعيل، ما تطلعش عليه بالنبي. الواد حالف تلات تلاته اللي جاب ده. العربيه بتزحلق لوحدها. الو الواد جاي، الواد جاي، الواد جاي ورانا. هو جاي ورانا؟ ده الهاكر، ده الهاكر، ده الهاكر. بو ده الهاكر. نجحت. بوي حط عليا باونتي. الواد حط عليا باونتي كمان. اوه النظره كلها مش هيفرق، احنا المفروض الجاذبيه هي اللي تقتلنا دلوقتي. الواد مات، الواد مات، الواد الهاكر مات.
شوف ربنا ربنا ما يرضاش بالظلم. ايه يا بوليس، ايه يا بوليس، في ايه؟ بقول لك ايه، ما تتصل بليستر طيب يشيل البوليس. انا مش كده برضو، ما انا كنت بحاول اعمل كده بس بقى متوتر، انت موترني. انا على الاقل حتى نركز مع الباونتي، عارف هي فجاه قلبت وورزون ليه؟ باونتي ايه؟ انا الواد الهاكر طالع لي في 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 التليفون، اكلمه يمكن الو يا باشا، الو يا باشا، احنا اسفين بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عاش يا ليستر والله. بقول لك دستروي ده ايه ده؟ الباونتي حضرتك اللي الواد حطيتها علينا. قتلت السواق وانا قتلت اللي معاه. باي. فاضل واحد ثانيه واحده اجيبه. والنبي 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 معلش ارجع تاني. لا ده الواد خلاص، امشي امشي امشي. يا اختي ما لحقتش. انا لفيت لقيت الواد في وشي. هاي نشا تعمل ايه؟ انت كويس؟ انا عملا بعد هذا الهاري يعني، يا رب عجبكم الفيديو حابين نشوف فيديوهات تانية من جي تي اي، تأكدوا من لايك وسبسكرايب وشوفكم الفيديو الجاي.